كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. معاكم رانيا الجهري على قناتنا على اليوتيوب. لو عجبكم محتوى القناة انزلوا دلوقتي اشتركوا في القناة واعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وشير لأصحابكم وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد على قناتنا من وصفة حلوة روتين ان شاء الله. النهاردة هنعمل طبق حلو كل بيت في رمضان لازم يعمله. احنا هنعمل العجينة مع بعض وهنشكلها وهتطلع احلى من بره وكريسبي والطعم تحدي. يلا بينا نشوف المقادير. نبدا ونقول بسم الله علشان نطلع مقادير القطايف مظبوطه. الكوبايه اللي انت هتعايري بيها الدقيق هتعايري بيها بقيه المكونات. معايا كوبايتين دقيق، نص كوبايه دقيق سميد علشان تكون مقرمشه معاكي، ومعلقه كبيره لبن بودر، كوبايتين ميه فتره ولا ساقعه ولا سخنه، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح صغيرة جدا، ومعايا معلقة سكر كبيرة ومعلقة خميرة بيرة كبيرة. ما عندكيش بيرة خميرة بيرة استعملي الخميرة الفورية عادي، برضو معلقة كبيرة بمقدار 15 جرام. هنبدأ نحط السكر على الخميرة. السكر هينشط الخميرة. انا هختبر الخميرة الاول علشان لو مش نشطة معايا ما بوظ بقية المكونات. هي 10 دقايق وهتبين لو كانت كويسة معايا شغالة هستعملها، مش شغالة هكنسلها بدل ما بوظ بقية المكونات. لو اشتغلت معاكي ونجحت معاكي هتلاقيها عاملة فقاقيع هوا كده وهتلاقيها ضعفت الكمية. هدوبها واسيبها 10 دقايق وهرجع لكم نكمل المكونات لغايه ما الخميره تبدا تنشط معايا. هبدا احط الدقيق، كوبايتين دقيق عليهم دقيق السميد واللبن البودر والمعلقه الصغيره بيكنج باودر ورشه الملح، وهقلب كل المكونات الجافه دي مع بعض يتماسكوا مع بعض كلهم. خلاص كده امتزجوا مع بعض وتوزعوا كويس. ممكن تعمل المكونات دي في الخلاط او لو عندك هاند بلندر او مضرب اللي هو السلك ده العادي، لكن اللي هو الهاند بلندر او الخلاط بيدي قوام ناعم جدا، وطبعا بيوفر عليك المجهود وما تخرص منك. هبدأ اجيب الخميرة احطها واحط 3/4 كمية المية، وهبدأ اعمل الهاند بلندر لغاية ما اوصل للقوام المظبوط. هخفقها لمدة 3 دقايق متواصلة وهرجع لكم. هزود كمية المية التانية وعلى حسب القوام اللي احنا عايزينه. احنا عايزينه زي اتقل من الكريب شوية. هخفق تاني وارجع لكم. خلاص كده القوام اللي احنا عايزينه شايفينها تقيلة ازاي، مش خفيفة ولا تقيلة. لو شك ان هي فيها حبيبات ما ينفعش ان هي تكون مخرزة، لازم تكون قوامها ناعم جدا وتقيلة شوية علشان لسه هتخف تاني وقت التخمير بالشكل ده. لو شك ان يكون فيها حبيبات دقيق تصفيها، لكن لو عملاها بالخلاط او بالهاند بلندر عادي هتبقى قوامها ناعم جدا، لكن لو بمضرب السلك ده لازم تصفيها علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. هسيبها نص ساعة او ساعة يتضاعف كميتها وتخمر كويس جدا وابدأ اسويها معاكم. خلاص القطايف بعد ما خمرت شايفينها عاملة ازاي. ناجحة معايا. هحط شويه
5 جرام فانيليا، ولو ما عندكيش حطي فانيليا سايلة عادي. هقلبها كده تمام. هحط طاسة على النار دلوقتي، بحط طاسة على النار بس ما تكونش بتلزق، تكون تافلون او جرانيت، المهم ما يلزقش فيها الاكل. وعندي مكيال هبدأ احط الحجم اللي انا عايزاه في القطايف. القطايف ما بتتقلبش، مجرد ما تبقى عاملة الفقاقيع دي شايفينها والعجينة تبدأ تستوي معايا، هبدأ اشيلها واكون مجهزة فوطة واحطها جوه الفوطة علشان تفضل معايا ناشفة، تفضل معايا طرية ما تنشفش مني علشان تتقفل معايا بكل سهولة. خلاص كده شايفينها استوت ازاي، كده نجحت معايا. هبدأ اشيلهم واحطهم جوه الفوطة علشان ما يبوظوش مني ولا ينشفوا مني. خلاص كده شايفينها استوت ازاي، كده حلو قوي. هشيلها احطها في الفوطة وهكمل الكمية كلها وارجع لكم. شايفين عملت تاني برضو معاكم، بدأت تستوي، ما بتاخدش وقت خالص، هي وقت تحضيرها يعني يومها هتقولي بتاخد وقت، هو بس التحضير بتاعها، لكن التسوية كمان سريعة جدا. هي وقت التخمير بتخمر لوحدها، بص انا بعمل واحدة كده وبرققها كده اهو، وبعمل الشكل اللي انا عايزاه. شكلها فعلا رائعة زي بتاعت برة. احنا هنعمل كل حاجة في البيت وضمنين النظافة والجودة، واي حاجة احنا عاملينها بايدينا احنا احسن من برة بكتير، سواء في كورونا او غير كورونا. وادي القطايف بعد ما خلصت، لازم اغطيها علشان ما تنشفش مني، تفضل طرية علشان لما يجي اقفلها. شايفين عاملة ازاي، زي بتاعت برة واحلى كمان، عشان لما اجي اقفلها كده تتقفل معايا ما تفتحش معايا وانا بقليها. واخلي لونها فاتح علشان لما تحمريها في الزيت تاخد اللون الذهبي الحلو وتبقى كريسبي معاكي. ان شاء الله هحضر الحشوة واوريها لكم بتتعمل ازاي، وهنحمر مع بعض وهنشوف القرمشة شكلها ايه. بس لازم اغطيها علشان ما تنشفش مني لغاية ما اجهز الحشو بتاعها. علشان احشي القطايف بالنوتيلا لازم وهي طريه وسخنه، اعملها كده واسيبها بالشكل ده. شايفين عملت كذا واحده، لو عايزاها تعمليها بالكريمه، بالباستري كريم، بالكاستر، ديكي كذا حشوه تعمليها تبقى بالشكل ده. انا عندي كريمه خلصانه فهعمل بالنوتيلا، وان شاء الله هعملها معاكم بعد كده بالكاستر والباستري كريم، وهنعمل حشوات برضو كتيرة جاية. هجهز المكسرات وارجع لكم. عندي تمر الطري ده وبفتحه كده بشيل النوايا منه. عندك اي نوع مكسرات حطي منه، بحط كده مكسرات تكوني محمصاها كده، بعمل كده. هاخد واحدة كمان بشيل النوايا منها وبحط مكانها لوزة. وساعات بيتباع البلح نفسه محشي، وممكن برضو نعملها بسادة كده، وهحط واحدة واضغط عليها تاني. هكمل الكمية وارجع لكم. الحشو عبارة عن مكسرات مشكلة وزبيب وجوز هند، ومعايا التمر اللي انا عملت معاكم. هجيب واحدة قطايف وهو لسه متغطي، هحط واحدة واحدة كده، وهبدأ اضغط واقفل كده كويس. اتقفلت معايا كويس جدا اهي. هعمل واحدة كمان
هعمل معاك واحدة بالمكسرات. بقفل كده واقفل كده، وابدأ اقفل. اهي هعمل واحدة كمان، هقفلها من هنا ومن هنا. هي معلقة صغيرة، اهي قفلت كويس اهي بالشكل ده. هخلص الكمية وارجع لكم. خلصت الحشوة اللي هي بالتمر والمكسرات والنوتيلا والشربات. لازم تبدأي فيه قبل ما تعجني القطايف، ممكن قبلها بيوم يكون ساقع. شايفينه عامل ازاي؟ ده بدرجة حرارة التلاجة. عملته بثلاث كوبايات مية على 5 كوبايات سكر وعصرة ليمونة. سبتها غلي 10 دقايق، وبعد كده قفلت عليه وحطيت 5 جرام فانيليا او كيس فانيليا. هتبقى معاكي كده، شايفين لونه عامل ازاي؟ هيكون مظبوط معاكي بالظبط. هبدأ احط زيت على النار علشان اقلي القطايف وانزل بيها في الشربات وهو ساقع. حطيت الزيت على نار متوسطة وهختبر كده اشوفه استوى ولا لا. اه كده حلو قوي. ما تعمليهاش في زيت سخن قوي علشان ما تاخدش لون وتستويش معاكي وتبقى مقرمشه. كده تمام قوي. هسيبها دقيقه واقلبها لغايه ما توصل للون الذهبي اللي انا عايزاه، وبعد كده احطها في الشربات. بدات تاخد اللون الذهبي اللي انا عايزاه، هطلع ونازل في الشربات على طول. انا حطيتها في الشربات، شايفينها؟ شايفين الصوت؟ هو ده اللي احنا عايزينه. الشربات كل ما يكون تقيل كل ما تبقى معاكي كمان مش شاربه شربات كتير. هسيبها 5 دقايق واطلعها واوريكم شكلها عامل ازاي.